وقد أثنى الله عليه بقوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو الفضل، هذه نزلت في أبي بكر لما أقسم أن لا يعطي ابن مصطح شيئا من المال، وكان ينفق عليه أثاثة المصطح كان ينفق عليه، فلما تكلم مع الذين تكلموا في الإفك انخدع بهم وصدقهم وتكلم، فغضب عليه أبو بكر وأقسم أن لا يعطيه، فأنزل الله هذه الآية: ولا يأتلي، يعني لا يحلف أولو الفضل، فسمى أبا بكر من أولي الفضل، سماه من أولي الفضل. وفي الآية الأخرى: إلا تنصروه فقد نصره الله لأخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، منهم الاثنين الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، أثبت له الصحبة، صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا.